في إطار زيارته لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، عقد وفد مجلس النواب لقاء مشتركا مع المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي، تضمن التأكيد على أن العلاقات البحرينية الإماراتية أضحت نموذجا في المنطقة وذات تطابق وتكامل في كافة المجالات وعلى مختلف المستويات. حول هذا الموضوع معي عبر الهاتف من أبوظبي سعادة السيد خالد بوعنغ عضو مجلس النواب، أهلا ومرحبا بك في نشرة الأخبار. بداية، هل لك أن تحدثنا عن أهم ما تم خلال زيارة وفد مجلس النواب إلى دولة الإمارات، وما انعكاسات هذه الزيارة على تعزيز العلاقات الثنائية المشتركة لا سيما على الأصعدة المتصلة بالعمل البرلماني والتشريعي؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. في البداية أود أشيد إلى أن الزيارة البرلمانية التي تأتي في ظل ما تشهده العلاقات بين البحرين والإمارات من تعاون وتصاعد وتنسيق دائم، والجميل بأن تشرفنا بالالتزام مع زيارة حضرة صاحب الجلالة حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله إلى دولة الإمارات الشقيقة، ولقاء جلالته بأخيه صاحب السمو محمد بن زايد آل هيان رئيس الدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة حفظه الله ورعاه، وذلك برفع ومتميزة العلاقات المتواصلة التي تعبر عن ربط البلاد العلاقات القوية والمتينة بين الشعبين من إصرار وأخوية، وترسيخ العلاقات المتينة بين مملكة البحرين ودولة الإمارات. ولقد تشرفنا بالوفد البرلماني برئاسة معالي الرئيس أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب بلقاء صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل مكتوم رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي حفظه الله، حيث أكد سموه على عمق العلاقات البحرينية الإماراتية مشيدا برؤية جلالة الملك حفظه الله ورعاه في دعم العلاقات الثنائية وجهود صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة حفظه الله ورعاه ولي العهد سمو رئيس الوزراء حفظه الله ورعاه تعزيز التعاون المشترك في كافة المسارات. وتأتي زيارة البرلمان لدولة الإمارات بدعوة رسمية كريمة من معالي السيد صقر قبيش رئيس مجلس الوطني الاتحادي لدولة الإمارات، حيث تم عقد لقاءات برلمانية مشتركة ضمن البرنامج الزيارة. وتم في التأكد على العلاقات البحرينية الإماراتية وضخ نموذج في المنطقة، وبذلك التطبيق والتكامل في كافة المجالات والمستويات، كما تم بحث سبل تعزيز التعاون البرلماني وفق الوحدة الرؤية والتنسيق والموقف الثنائي في المحافل الدولية البرلمانية الدولية. ولعل هذه ما أهم التميز في العلاقات البحرينية الإماراتية يمثل في تطبيق المواقف السياسية للبلدين إزاء القضايا الإقليمية والدولية ودعم القضايا الخليجية والعربية والإسلامية، مع وجود الرؤية الموحدة تجاه دعم جهود الإسلامية في خدمة الإنسان. نعم، شكرا جزيلا لك من أبوظبي سعادة السيد خالد بوعنغ عضو مجلس النواب.